جو بونس اصبر لا نمشي هو مامو جعفر الطيار. هو جعفر بن ابي طالب وهو اخو علي بن ابي طالب، بترت يده في معركه الروم وبقي حاملا لرايه الاسلام ورغم تلقيه 50 طعنه. شغل بقى على رجليه وحامل الرايه هذيك. شغل عمك ما حبش رايه الاسلام تهبط في الارض. نعم، ونقل ديما في العالي. ونقل الى الجنه بجناحين. سبحان الله. الرسول عليه الصلاه والسلام قال رايت جعفرا بن ابي طالب ملكا في الجنه مدرجه قوادمه بالدماء. يطير في الجنة. وبهذا نقول أنك حصلت معنا على جائزة لاباتري نيوز، وهي ساعة مقدمة من القناة. تحصل معنا على الجائزة. وشكرا لك. الله يحفظك صاحبي. صحيح. صحيح. صحيح فطوركم وصحة رمضانكم.